الشيخ هنا يعني يلفت النظر إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن يتصدق وهو صحيح شحيح في شبابه وقوته. شحيح يعني يحب المال ومع ذلك يتصدق، لأن رغبته فيما عند الله خير من الدنيا وما فيها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، يعني دليل على الإيمان، لأن الإنسان اعتاد على ماذا؟ ينفق ويستلم، صح؟ لكن المتصدق يتبرع ما يستلم شيء، لكن عنده إيمان ويقين سيأخذ من الله عز وجل، سيعطي الله خير مما أنفق. فقال عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان. كما أنه لما يكون شحيحا يعني يحب المال ومع ذلك يتصدق، معنى هذا أن رغبة الأجر عنده خير وأفضل من أن يمتع نفسه بهذا المال. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، مع أن يحب المال ومع ذلك يتصدق به، لأن يرغب فيما عند الله، ما عند الله عنده خير من هذا المال الذي تعلقت به نفسه، ومع ذلك ينفق. صحيح شحيح يعني أنه صحيح متعافي، بإمكانه أن يتزوج، بإمكانه يتسيح، بإمكانه يتوسع، بإمكانه يشتري يبيع، ها، صحته وعافيته، لكن مع ذلك ينقص على نفسه من متاع الدنيا، ما عنده بذخ زائد، ما عنده سياحة لا معنى لها، ما عنده يعني توسع بالمال بالطعام والشراب واللباس والمركوب. لماذا؟ لأن أقول أنا أدخل لآخرتي خير من أن أنفق الأموال وأبذلها تبذيرا، فهذا صدقته خير وأعظم أجرا من ذاك الذي إذا أقبل على الموت أخذ يتصدق ويعطي، وفلان يطالبني وادفعوا لفلان، يعني لما رأى أن المال ما عاد ينفعه أخذ يوزع، أخذ يعني ينفقه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيقرأه الآن ذكره المؤلف: أن تصدق وأنت صحيح. طيب.